جماعة جماعة، ثانية واحدة ثانية واحدة. جاهزة؟ لا لا. طب خايفة؟ لا. اوكي نو نو. طب بصي انا هظبط مواعيدي وهكلم، بس هو هنخرج بس هظبط مواعيدي واقول لك قبلها. خمسة. انه يعني ايه ما تسافرش لوحدها؟ البنت ما تسافرش لوحدها ليه؟ هي شجرة؟ بنتنا مش غلطانة، احنا كلنا بنهلس يعني. ما تسلميش. ايه القرف اللي انت احمر احمر لابس احمر؟ ابعتي لي فويس نوت تغني له بحبك باستمرار، بحب انا متخانقه بقى قبل ما انزل. انا حاسه ان انا والله دخت. انا بتحدى زاد هشام تيجي عشان هي هناك في لالا لاند اصلا بقى، انا حابه فتيجي بقى تحضر معانا القعده اللذيذه دي. صباح القمر، حلقه جديده من لالا لاند هنبداها معاكم حالا. وزي ما انتم متعودين ان كل حلقه بتبقى في لالا لاند اكتر من الحلقه اللي قبلها، وكل جاست معانا بيبقى في لالا لاند اكتر من الجاست اللي قبله. خلينا نرجع نفكركم كده، ايه الشروط اللي انت تعملها عشان تقعد معانا على الكرسي ده؟ اول حاجه انك تكون في لالا لاند، تاني حاجه تفهم وتقدر المعنى الحقيقي للالا لاند، وتالت حاجه تكون مستعد وجاهز انك تلعب معانا كل جيمز لالا لاند. وضيفنا النهارده هو لالا لا. الله مساء الخير يا حاج ابو حنان. اروى انوار وانسى امسى فاضيه. صباح القمر يا مريم. صباح الفل. عامله ايه؟ الحمد لله. جاهزه؟ لا لا. طب خايفه؟ لا. كويس. ده ليفل هاي. خلينا نسالك كده في الاول سؤال لذيذ بسيط خفيف طريف، انت كام بيرسنت مروى انوار عامه في لالا لاند؟ 70%. انا شايفه ان احنا هنحس ان هم 100. لا 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 والله هنشوف. 70%. انا واثقه فيكي لحد دلوقتي. 70%. ممكن في جزء بقى انتوا بتكتشفوه، ده احنا هنقعد نتكلم فيه دلوقتي. هنكتشفه حالا. طيب احنا عاده قبل ما بنبدا اي جيم بندي انترودكشن صغنونه كده للناس عامه، فهنبدا بقى. الاسم مروه. مروه انور محمد. اوكي. المهنه ممثل. هقول لك رقاصه بس. معلش عادي عادي. هو ممكن الاحساس من جوه كده بس من بره احنا ممثلين. احنا ممثلين عادي. لا لا انا شايفه ان احنا الجيم دلوقتي 100%. انا حسيت بكده. انا خايفه من اللي جاي. انا جوه نفسي يا جماعه مش طايره اصلا. ايوه انا حاسه ان عايز انطر. يلا ماشي اوكي. ايه المهنه؟ ممثل. هتفكري تاني؟ لا 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 خلاص ممثلة. اوكي طيب قولي لنا على ثلاث حاجات عملتيهم، ثلاث اعمال، ثلاث حاجات. الا انا مثلا وظل راجل والاصل. اول جيم معانا هي امبريشن والتوث اند دير. بنعملها ازاي؟ اولا احنا قعدنا نعمل ستوكينج كتير قوي، فاحنا شفنا الناس اللي اشتغلتي معاهم وناس صحابك وقريبين منك. اوكي. فاحنا هنقول لك اسم وتدينا كده موقف، هنقول لك موقف تقلدي لنا الشخص ده، وبعدين هتسحبي تو كاردز، ده تروث وده دير. هتقري الاثنين وتختاري اللي انت عايزاه عشان احنا طيبين. اتنين بلوه اكيد. حد انت لسه حالا بتشتغلي معاه يعني لسه مخلصه تصوير قريب جدا وهي جلا هشام. كنت هقول لك جلا. شكرا. جلا هشام قلديها لنا وهي بتحضر لمشهد. تبقى عامله ازاي؟ جلا مثلا في المشاهد اللي كانت مشاهد دراما ومحتاجه تركيز قوي، احنا كلنا بنهلس يعني، حتى الاصلي ده كان نص ضحك مع انه هو اصلا عياط، بس كلنا كنا بنضحك. كانت جلا بتضحك فشخ. جماعه جماعه ثانيه واحده ثانيه واحده. يلا انا جاهزه. نسيت. تمام يا جلا. تمام انا تمام. ممكن ما تردش خلاص، هي مش شايفانا وخلاص. هي جلا تمام. هي جاهزه. من ثانيه وكده. ثانيه حضرت الروح بس خلاص. يلا. وده بيحصل قبل ما تبداوا على طول يعني. قبل ما نبدا مشاهد الدراما تبقى بتضحك قوي لدرجه ان انا ببقى اللي هو جلا يلا نهدى شويه ونركز وبتاع. لا هي يلا يلا قبل ما يلا هنقول اكشن بتبقى هي خلاص امكانيات. هي يمكن انا شايفاها عندها امكانيات بشعه. اوكي. فلا لا جلا شاطره في الحوار ده. يلا ماشي. طب خلينا بقى نسحب التروث والدير ونشوف كده براحتك خالص. اسحبي اتنين مع بعض وقري الاتنين بصوت عالي واختاري اللي انت عايزاه. بصوت عالي؟ لا اقريهم بصوت عالي. ماشي نزلي برضه. لا 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 نزلي ستوري ليكي في لالا لاند واعملي لها منشن وقولي لها لالا لاند مستنياكي. اوكي نو نو. اكتر حد جلا قريبه منه، مش قريبه منه من مسلسل الاصل في حياتها. يس. انا اوكي.
لا بهزر. لا لا ممكن يوسف عثمان. اوكي تقريبا على برضه. احنا بره كده وهي جوه الناحيه الثانيه. لا اوكي اوكي اوكي. لا مش فهمتش بس انا احنا في لالا لاند عليها اصلا يعني حسيت جابتها. لا هي قريبه من يعني مننا احنا كلنا بره اللوكيشن حافظنا على ده. يمكن على حد علمي ممكن يوسف تبقى مش قوي. كنا جوه في اللوكيشن صحاب بس كل واحد بقى راح. اوكي طيب الشخص اللي بعد كده مثلته مع بعض بس فتره كده ماشي هند عبد الحليم. اه ايوه عارفين ان انتوا صحاب. اه لا هند عارف. لو هي بتحاول تهرب من خروجه هي تقريبا بتعمل زينا كلنا انه ماشي طيب خلاص امتى بكره ماشي طب بصي انا هظبط مواعيدي وهكلم بس هو هنخرج بكره بس هظبط مواعيدي واقول لك قبلها اكد عليكي قبلها اذا كنت هخرج او وهتقفل الموبايل ومش هتقفل سوري معلش سلام عليكم سلام عليكم بقى اوكي طيب نسحب بقى التو كارد يا رب كتفي لا 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 انا هنجيبها هنروح فين ابعت لنا صوره من الكواليس واحكي لنا قصتها ماشي مين اكتر حبيتيه في مسلسل مين اكتر حد حبيتيه في مسلسل حكايات بنات يا ترى هتختار ايه؟ ممكن السؤال لذيذ كان حازم حازم ايهاب لان احنا كان الكواليس كانت مراجيح للاسف اه يعني مشاهدنا كانت دراما اصلا وانا بحبه بقى وهو ما بيحبنيش فانا زعلانه وبتاع واحنا اصلا جوه اللي هو اقعد 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 فكنا احنا اكتر اتنين بنهزر مع بعض في اللوكيشن اوكي الشخص الثالث هو تيام قمر اوكي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد ماشي طيب اللذيذ في مشهد ليه في الان كنا كان اخر الاوردر وكنا خلاص تعبنا قوي ده لا انا المشهد ده وكنا تعبنا خلاص والمشهد ده كان المفروض انه جد وانا بعاتبه عشان هو اختفى ومش عارفه ايه وان انا كنت اتعلقت بيك وانت سبتني ويا وحاجات كده فالمشهد ده كان تيام بيجي يقول لي انا اسف انا عارف ان انا قلقتك عليا والله بس وفضل عمال لي كده بس ايه بتقول يا ابني بس ايه ما تقول يا ابني بس ايه وفجاه كلنا فتحنا ضحك تريد الضحك كلنا وما عرفناش نصور المشهد ده الا تقريبا بعدها بساعه فكانت استاذه ياسمين كانت هتمشينا بجد كانت تقول لنا خلاص انا ممكن نفركش بقيه اليوم ومش هنشتغل سوا مش احنا كنا شاركين نعمل المشهد عشان كان مشهد مهم فانا هو في كلوز بتاعه هو انا كنت بضحك في وشه وهو صامت جدا وانا احنا ممكن نحييه على صمود وعامه لا انا تمام انا فاهم كنا مبسوطين قوي في التصوير مع بعض بس هو تعب مني كتير اوكي طب يلا هنفتح الجروس والباب ثاني ما شفتي ما شفتهاش بصي الكاميرا بتحدي انه يغني اغنيه مصطفى قمر وينزلها عنده ستوري اه ده حلو ده حلو ده بقى يلا بقى قولي صفه حلوه انت بتحبيها في الناس مش موجوده في تيام عادي لو عايز تعملي الدارع يا ابني انت كلك مكلكع انا عايزه اقول انا بقول انت كلك مكلكع اصل عندك مشاكل محتاج تعالجها فتيام عنده مشاكل كتير ممكن يعالجها بس هو جميل ماشي احنا ممكن اه لا الكاميرا دي هنبص لها ونتحدى ماشي بصي يا تيام يا قمر انت هتفتح ستوري دلوقتي وهتغني اغنيه لباباك اللي هي بسلم عليك اللي كنا بنغنيها في الكرفان وهتنزلها وتعملي منشن ماشي هتعملي لنا احنا كمان منشن جاهزه للشخص اللي بعده؟ لا لا هتبقي جاهزه عامه شخص بتحبيه خالد لا لسه اكيد خالد فيه النص ماشي طيب حازم ايهاب يا حبيبي يا محمد ماشي طيب عايزاكي تقلدي حازم ايهاب وهو في SNL كان في حازم كان واحنا في مره برضو بنصور حكايات بنات كنا بنعمل مشهد على السفره وهو طالع ابن عمي فانا كنت بتعشى معاه فكان مش مكتوب انه بيخش وكده بيقول له هو انت ما عندكيش اهل يسالوا عليكي وبتاع بتاكلي عندنا كتير فما كانش مكتوب وقاعدين في السفره عادي وبتاع ويلا بنصور دخل فجاه في الفاضي راح قال لي هو انت ما عندكيش اهل يسالوا عليكي فانا اللي هو في ايه؟ هو في انا كنت بعمل اصلا سندوتش لانش من دلوقتي واحط فيه شدر وهاكل وكنت اكل بجد فانت في ايه؟ فبقول له هو في ايه؟ قلت له استاذ المخرج استاذ انا حاسه ان انا نسيت كل الاسماء عامه يا جماعه
هثبتها وقرر ان هو يعملها غصب عشان انا كنت لسه رازعه واحده قبلها. طب انت بقى رازعتي واحده قبلها كانت عامله ازاي؟ لما كنا في الكافيه وبنزعق وبقول له انت اصلا كل ما بتيجي تختار غصب انت الشخص يعني من الاخر كده كنت بهزقه في المشهد ما كنتش انا بزعق. فاحنا بناخد التيك رحت زعقتي شخطت فيه فحتى رد الفعل ان احنا فجاه بصينا حوالينا ان الناس بتبص ده كان بجد ما ثبتناه. فهو بيقول لي هو انت بتهزقيني يعني انت بتعرفي تضحكي عليا طب تمام. فساعتها جه دخل بقى البيت المشهد بعدها مفيش لمش لا والله مفيش. ولما قمت خد مني الساندوتش تقريبا كمان اخده كله انا مش فاهمه في ايه يا حبيبتي متضايق بجد كنت جعانه والله انا كنت بعمله وبعمل بقى بمثل في المشهد وبتاع وانا عايزه اخلص يلا عشان اكل الساندوتش ما عماله اقطم فيه بالراحه عشان ما اقدرش عليك. سؤال بجد انت متضايقه دلوقتي وتقصرتي قوي عشان انت جعانه ولا انا طول الوقت جعانه كده كده فما عندناش مشكله دي حاجه حلوه عادي. انا طول الوقت جعانه يعني قبل التصوير بثلاث ثواني قالت ان هي جعانه لو جايبين حاجه انا ما عنديش مشكله ناكلها دلوقتي طيب يلا قولي خمس كلمات حزن بيقولها على طول. خمسة طيب اكتر موقف awkward حصل بينكم اكتر ماشي في موقف انا حسيت من الضحكة دي حسيت في موقف لا بتهيألي كنا انا وهو لان احنا فينا حاجات كتير من بعض شويه في شخصيتنا فاحنا طول الوقت لما بنبقى داخلين على ناس جديده بالذات في التصوير بنبقى مش عارفين احنا عاملين كده قوي مندفعين وبنهزر قوي فبنبقى مش عارفين رد فعل اللي قدامنا او انت ايه ميتك وبتاع بتضايق ولا لا فبنقرر ان احنا نخش عاملين كده مساء الخير ازيك عامل انت كويس فنلاقيه ابتسم نقوم سمينا يبتسم فنبتسم ونبتدي علي على بعض لحد ما نفوق فدي تقريبا اكتر ده موقف يعني كنا انا وحازم داخلين ازيك عامله ايه فقلت له الحمد لله هو انت بتسمع بنت اختك هو لي ازيك قلت له الحمد لله انت عامل ايه الحمد لله اخوك عامل ايه انت كويس اخويا كويس الحمد لله كويس قال لي الحمد لله فلو فضلنا بصين ورا شكل طب يلا يلا نشتغل يلا يلا نمثل بس وساعتها من بعدها فاكر انه ايه ميتك هي ميتي خلاص الشخص اللي بعد كده اسلام جمال لا لا يا لهوي ده كان مرجيح بجد طيب قد ايه انت مش هتقلدي بس انت هتجاوبي على سؤال كده تعرفينا بيه شخصيته اوكي اوكي قد ايه اسلام شخصيته شبه فاروق الاصل ولا 1% ولا 1% الا متعصب في حاجه معينه في الكوره بس يعني هو انه كان عامل كده طول الوقت في الاصلي الجزء ده في الكوره في الحقيقه يعني من بعدين بنصور وهو قاعد ماسك التليفون احنا بقى في القف وكده ولا بنغير حاجه ماسك التليفون وقاعد كده فلان نقعد جنبه في حاجه يا اسلام انت كويس لا مفيش حاجه لا مش هخش كده بقى ده كان اصلا بدايه معرفتي باسلام كان اول مره نصور فيها مع بعض كان هو سلمنا على بعض وازيك وعامل ايه وقع وانا بقى من كنت شايله ايه بيعمل كده فلا هو في ايه يا معلم في ايه فا ومرة تانية بسبب حوار الكورة ده كنت لابسة بلوفر أحمر وهو زملكاوي متعصب بحت كنت لابسة بلوفر أحمر وداخلة بعشم قوي في اللوكيشن ويا حبيبي قال لي ايه ما تسلميش عليا فقلت له ليه ما تسلميش عليا ايه القرف اللي انت لابسه أحمر أحمر لابسة أحمر لابسة أحمر ايه القرف اللي ما تسلميش عليا وحش جدا شكلك وحش هيغيريه قلت له في ايه يا سيدي ده تحفة قال لي وحش جدا هيغيريه وبقى طول الوقت والله واخد مني موقف عشان لابسة انت مفيش جو اول مشي ده انت جايه ليه هتصوري وهروح احطي في الكرفان لحد ما تيجي تصوري فلا هو دي الحاجه الوحيده انه في الكور غير كده تقريبا هو يعني في لالا لاند هناك مستنينا لحد ما نخلص ونروح خلاص ماشي تحفه نشوف التروث والدير ايه ايه الفيله دي قال لي فيلو قال لي فيلو انا صوت عربي انا صوت عربي كله بقى قال لي فيلو انت حكره وانت قولي ابعتيه له وقول لنا في اللولا لاند وقالوا لي ايه يا جماعه ايه اللي قال لي قلت ايه يا جماعه انت هتقلدي له ده قول لنا قولي هلا في اللولا ما تقولي ما انا عايزه اقولي بقى اديها فرصه هتقول لك يلا يلا قال لي فيلو انت الداد بتاعه ماشي انت هتبعتي له فويس نوت تقولي له انا في اللالا لاند وقالوا لي اتحداك فاتحديه في اي حاجه انا هخليه بقى يعمل حاجه
يلا. هو اصلا بيعملها معانا كلنا وبس. هي شديده ولا لا؟ شوفي في اللحظه. لا هي مش شر على قد ما هو مش عارفه. ماشي اسلام يا جمال، انا في لولا لاند دلوقتي وقالوا لي حكموا عليا ان انا ابعت لك فويس نوت اتحداك بحاجه معينه وانت تعملها، فانا هتحداك ان انت تقلد جلا هشام وتبعت لي. مرجي انا متحمس عامه. وانا كمان. كارثه بقى لو بعت الفيديو هيبقى كارثه. ربنا يستر على جلا وعلي. وجينا لاخر شخص. ايوه هو. ايوه ايوه هو. أيوة أيوة. اكيد طبعا. ايوه 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 اكيد هو. خالد قرب. ماشي. ايوه عايزاك تقلديه لو ما بيحبش حد من صحابك. اه لا عايزة سهله. ازاي عامله ايه؟ الحمد لله. ماما ما هي ما لا بترد لا بتلحق ترد ولا بتقول له انت عامل ايه ازاي انت كويسه عامله ايه. اما انا شفتك في حلو يا حبيبتي شكرا شكرا. ده مش طايقها فعلا. لا هو خالد بيتعامل فورمال قوي مع الناس اللي هو مش بيسمع. لو بيحب حد معين بيتعامل معاه وهو فاكك قوي، لكن طول ما هو بيتعامل فورمال يعني مش قليل بس فورمال قوي بيقفل الكلام. ما تتعودش بجد. شكرا قوي ربنا يخليك. ما تكتريش عندنا بقى. خش خش. ايوه لا خش خش مرو جوه مرو جوه مرو. خش خش. طب معلش عايز اسال سؤال بره سياق الدراما اللي احنا فيه ده. كل اصحابك هو مش طايقهم ولا في؟ لا خالص بقى ما الحمد لله ما صدفتش. اصل انت جبتيها بسرعه جدا. لا ما هو دخلت بشوفه لما بيتعامل مع حد ما بيحبوش او مش عادي مش كده. ريح اقعد بقى شويه بس اسلم عليك وضع بس. اوكي. نصحى. ما حاجه هتوحشك قوي اللعبه دي. تبعتي لي فويس تغني له وبحبك باستمرار. بحب انا متخانقه قبل ما انسى. بحبك ايه كده؟ قال لك بحبك. والفويس نوت دي كاتب حاجه في شخصيته احيانا بتعصبك. خالد كله بيعصبني على بعض اصلا فعادي وانا بمشي اقول كده في الشارع. اصلا هو خالد كله على بعضه احنا ضد بعض اصلا هنقل وين. فاللي هو مثلا هو ايه يا بنتي؟ بقول له انا ايه يعني عملت ايه؟ مش فاهمه هو في ايه. فاحنا دلوقتي بتلاقينا راسنا في روس بعض كده واحنا بنتخانق فيا حد هيروش حد. فهو عشان شايفني بنت يعني للاسف بيرجع لورا خوفا انه يلوشني. بس او ماما اتكلمي مع بنتك. فاحنا طول الوقت خالد اصلا ان هو بجد بنعصب بعض من كتر الحب. انا بس بفكر ان احنا نعمل فقره الصلح خير قوم بتصالح. اه وتبعتي ده احنا بجاسبس ومش عايزين رد. احنا بجاسبس كنا كل حاجه ضد بعض اللي هو ارد بقى على السؤال وافضل بقى اعدله كده يحاول يبقى شويه ديمقراطي فاقول له طيب ماشي اوكي بس لا غلط. يقول لي لا صح. يعني ايه غلط؟ والله في كواليس جاسبس كنا بنتخانق انه يعني ايه ما تسافرش لوحدها. البنت ما تسافرش لوحدها ليه؟ هي شجره ما تسافر لوحدها. مش بتثق فيها يبقى تسافر لوحدها عشان شخصيتها تبقى كويسه. هم بس جاسبس اداكوا المساحه ان انتوا تلوشوا في بعض. قالوا يا عيني من كتر ما طلعونا بنحب بعض قوي احنا كنا بنتخانق في النص قتلنا في النص. قلت له انا مش انا يا جماعه عايزه اقعد شويه مش مكمله. عايزه هم قالوا عليهم هي فضحتهم تاني. يعني اللي هو انا قلت كده فعلا. انا عملت كده؟ لا خالص. اوكي انا شايفه مصدقيني بجد مش عايزه الرد عليها بس بجد قومي صالحي صالحي خير قوم نتصالح. ما هو اللي كان غلطان يا جماعه. ما هو غلطان. لا طب خلاص بلاش سيبهم يتصالحوا ان شاء الله يشفى بعد الحلقه. وما بيجيبليش الحاجات اللي انا عايزاها. فلا اللي ايه بقى اللي طلبتيه منه والبي ما جابوليش. انا محتاجه اعرف عشان انا عندي مشكله مع اخويا برده كده ما بيجيبليش اي حاجه. يعني مثلا عشان انا شايله منه يوم جاسب. يوم جاسب ده عملنا ايه؟ خلصنا وكنت جعانه جدا كنا في الزمان. قلت له خالد انا جعان. حلو انا جعانه دي يبقى خلاص بجد احنا في مشكله محتاجين نحلها. صح. وراكبه جنبه حبيبي يقول لي طيب يا حبيبتي تحبي تاكلي ايه؟ قلت له تعالى نموري سوشي قدامهم زحمه يلا نروح ناكل مكرونه في البيت. انا بقى واتصل بقى بحد فاتسحل في التليفون وانا بقيت قاعده بقى جنبه خلاص فطلع الكوبري فانا خلاص فقدت الامل ان انا اكل. وقرر انه لا عشان الزحمه هو بصي اعملي اي حاجه وراك حطيه في زحمه هو سيبها. فلا لا زحمه زحمه. طب ما طلبناش سوشي. سوشي طيب على البيت. لا هو هيكرهك فيه. سوشي سوشي ليه؟ حد ياكل وحش وحش. والله اقول لك حاجه ده بقى وحش. واحده جالها تسمم من صحابها بلاش. عارفين تعالي ناكل المكرونه اللي ماما عملتها في البيت. اخر خناقه كانت النهارده. كانت النهارده قبل ما كان كنا قاعدين ودخلت الاوضه وهو دخل على السفره بياكل وفجاه خرجت لابسه. قولي وليه؟ ليه وليه انت لبستي من غير ما تاخدي اذن انك تلبسي؟
ليه؟ فبقى بيقول لها انت رايحه فين؟ بقول له وش انت رايحه فين؟ قلت له انا فين يعني؟ عندي حاجه صور رايحه اشوف صحابي، رايحه استطبط، نازله وكلهم عارفين ايه بقى الحاجه. قلت له بعدين بعدين هقول لك. فلو ماما يا رايحه فين يا ماما؟ رايحه فين؟ قالت له نازله بس انا روحي وانا هقول له. انا فاهم انا هحكي لها ما تتاخرش ما تسوقيش بسرعه. فلا خلاص هو كده خير لذيذ. احنا خدنا بالنا لذيذ مش قوي بس لذيذ. بس طيب هيصالحك اكيد والله ما يصالحني. انا خايفه انا اللي بكره اطمن عليك. هيصالحني عادي. لا بصي ما تهددش ما صالح انا عادي عادي خالص. هروح في مواعيد انا في البيت فلازم نتصارع. طيب شوف كده الجيم الاولانيه. جيم اولانيه؟ اه بصي ما تخافيش اللي جايين بجد الذ. ثلاث حاجات ما تقدريش تقوليها. جميله بنت اختي. ايوه بنت اختي والشغل والاكل. اوكي ثلاث صفات شايفاها حلوه فيكي. فيا انا جميله جدا. ممكن اقول خمسه؟ قولي طبعا. انا جميله جدا وجدعه صاحبه جدعه ولويل قوي. انا طيبه وعندي ضمير قوي في شغلي. دي حاجه بحبها وقلب كبير قوي. قلب كبير قوي يا جماعه. انا اتاثرت. قلب كبير قوي بعد اللي حكيتها لنا في الكواليس. اتاثرت. طيب ثلاث صفات كومن ما بينك انت وكده. بنحب الشغل قوي. عصبيين ما شاء الله علينا يعني نتحسب على عصبيتنا معنا فيها خدناها كلها. ايه تاني؟ ان احنا محنتفين قوي. هو خالد حدوف قوي يعني. هو من الولاد لحد دلوقتي هو بحدوف ودي حاجه بحبها فيه. طول الوقت واقف بقى كده حلو كده. لا مش حلو. طب كده طب ممكن تسويه كده. بس دي حاجه بحبها فيه. اوكي ثلاث صفات أساسية في أصحابك. هلاسين كلهم حبايبي عندهم مشاكل في دماغهم. دي حقيقة. بحب فيهم قوي من كان جد حاجة واحدة يعني بيحاولوا طول الوقت إن هم ينجحوا حتى لو ما بتظبطش. دي حاجة أنا طول الوقت بشوفها يعني باخدها منهم كمان. تالت حاجة بنتنا مش غلطانة. بنتنا ما غلطتش. انت الغلط هي الغلط. بنتنا اسكتي. بنتنا غلطانه. مش غلطانه. غلطان. لا لا هي غلطانه بينها وبين بعض بس قدام الناس. مش غلطانه. مش غلطانه. ما غلطتش. ما عملتش حاجه. طب برافو عليهم على فكره. دي حاجه بصراحه جدعان. يعني جدعان. اوكي ماشي. طيب ثلاث صفات اساسيه عايزاهم في البارتنر. ياكل سوشي عشان النقص اللي عندي يتملي عشان انا عندي مشكله في الموضوع ده. لا ثلاثه اساسيين. انه يكون باله طويل قوي يعني هادي لان انا هبقى عكسه شويه. بس انا طول ما اللي قدامي هادي بيعرف يمتص غضبي في ثانيه. يعني لو انا متعصبه وانت اتعصبت هنلبس صحيح. لو انا متعصبه وانت هادي انا في ثانيه ههدى لمجرد بس ان انت هادي. فدي حاجه ان هو عامل كده. انه يكون واثق في نفسه وانه يكون طول الوقت عايز ينجح كده. انا هنا انا بعمل حاجه حقيقيه. اوكي سرعه بقى سرعه. ماشي. ثلاث ممثلين اسمهم احمد. احمد عز. احمد سعد. احمد سعد. سعد عليكي سؤالين بقى. احمد عز. احمد سهلين قوي. اسكتي ما تنطيش في دماغي. احمد عز. ايوه احمد السقا. ماشي احمد السعداني. ايه اللي بتخشش على عليك انا مش من امبارح. لا عادي شاطره قوي. انت اصلا شاطره قوي ان احنا وصلنا لغايه كده. ثلاث كوارث عملتيها وانت صغيره. والله بعيد عن الكوارث انا هقولها. انا كنت طفله لذيذه كنت هاديه. ماما تحطيني هنا افضل. متاكده؟ بس العب بعيني. بس بعيدا عن الكوارث اللي هي لسه هتقول. لسه هقولها. ثلاث كوارث يا جماعه. انا اول مره اقول الحاجه دي وكنت بحس انها كارثه. انا كان عندي مشكله مش فاهمه ليه. انا كنت طفله كده بس انا كنت باخد المصروف بتاعي. كنت بروح يا نهار اسود انا ازاي هقول كده. كنت بروح اجيب بيه ماجي. ماجي ماجي ايه ماجي ده بجد؟ يعني انت
بتعملي استثمار. انا كنت بحبه قوي بجد. لا انا بحاول استنى، انا كان لازم انام والله، ما كانش ينفع اجي والله وانا كده. طيب مش عامة، بس دي مش كارثة، ده عادي تمام. حاجة دي كارثة؟ دي مصيبة. هو بس مش مفهومة، يعني هي مش مفهومة. ليه ممكن واحدة تجيب؟ يعني مش فاهمة ليه طفلة ممكن تجيب ماجي؟ هي بتستثمر اكيد لقدام. عامة انا ما عايزة، يو عايزة ماجي، انت مالك؟ وانا عايزة حد غلط، عايزة اعمل بيه اي حاجة، هسيفه يعني. ماما عايزة ماجي. ولحد دلوقتي مش بجيبه. لما بكون بعمل اكل سليم سرقت حته بحبه قوي والله. انا بحب التوابل قوي، فهو ميكس لذيذ كده. ايوه ماشي. طيب دي كده كارثه واحده. فاضل كارثتين. في مره كنت في بيت جدتي، وقدامها كان في ارض فاضيه بتتبني عمارة، فكان في الطوب وفي الحاجات وكده، وكان واحده صاحبتي واخوها صغير، يعني طفل بريء جدا، عشان اللي هيحصل ده ما كانش براءه مننا ان انا افتكر. بس اقنعته ماشي، عشان كنت خايف اطلع على الجبل ده، كان رمله بقى كتير قدام البتاع كده وفيها بقى الحاجات بتاعه اللي بيبنوها. اقنعته ان هو يطلع يلعب فوق، وما عرفش ينزل. طلع بقى فوق حبه، كان في طوب وحاجات، طلع فوق حبه وانا فضلت قاعده تحت بضحك عليه، ونديت خطوط نزله عشان انا مش هطلع انزله. انا هطلع نزلت ليه؟ انت انا مالي؟ وسبته فوق لوحده، فضل يبكي شويه بحرقه لحد ما انا مش عارفه اطلع اجيبه. انا كنت طلعت. انا هو انت عارفه المشكله الاكبر في ايه؟ ان بعد كل ده هي بتقول لك احنا اللي اشرار. يعني هي دي الفكره. عادي صغيره. عادي طفله مش كارثه. بس ف كارثه الثالثه. يا نهار اسود. يا رب يا رب يا رب صاحبتي ما تبقى، يعني صاحبتي وانا صغيره قبل ما تشوف الفيديو ده، عشان عملت مشكله في بابا قبل كده. عملتي ايه؟ انا خفت والله. كنا انا وبنت خالتي كانت اسمها مي، كنا سهرانين، جت على الساعه 7 كده، بابا كان نازل الصبح، احنا كنا في الدور السادس، هو كان بيطلع بعربيته المنوره اللي جنبي دي، كانت بس فيلم بتاعت معرفش ليه، يعني معرفش ليه الشيطان يوزني ان انا اعمل في الراجل كده. ماشي. بس هي شطاني، مي كانت وقتها هي شطاني. صح. ماشي، طلع من العربيه وبيمشي كده، واحنا معمره هنا، احنا جبنا بالون ومليناه ميه وحدفناها عادي. طب لا بس جت على العربيه، حدفناهاش بس طبعينهم بعض. لا بس على العربيه عادي. خلاص لا، وجت على العربيه ودخلنا، بس هو تقريبا عارف لانه دخلنا بدنا نضحك جوه شويه، وانا بعد ما رميت بقى قلت لها يا نهار اسود ده بابا تيت، مش عايزه عشان يا رب عشان ما تعرفش. فقالت لي فاضل تقول لون العربيه كان ايه؟ هي بتحاول تساعدك عامه وانت فضحتي نفسك. ويعني فضل واقف يعني بيحاول يستوعب الموقف، وانا بخرج بعمل كده، كان هو تقريبا شافني، فرحت دخلت بقى جوه وتخيلت وهو بقى بيطلع يقول لك بابا دي مين الناس الوحشه اللي عملت كده. بس انت يا جماعه اللي كانوا العيال من فوق كنا احنا. بس انت صاحبتك فضلتوا صحاب عادي؟ ما هي ما تعرفش، طبيعي ان احنا بس اصحاب. بس هو كان عارف فالحمد لله. ما نعرفش بقى عارف ولا لا. انا بالنسبه لي هو شافني، لان انا وانا بطلع بص تاني كان هو عامل راس كده مستني. فبس ما اعرفش تقريبا، معلش عشان اكيد لو كان عارف كان خلاها تيجي. او كان عايز ياخدك على قد عقلك عشان طفله عادي. لا قدرت قدها. بننسى الاطفال ما يعملوش كده. عيب. جربوهاش في البيت، جربوها بره البيت. طيب ثلاث حاجات ملهمش اي لازمه في البيت. ثلاث حاجات ملهمش اي لازمه في البيت. انا خايفه تقول شخص. اقول والله انا خايفه تقول مش انا قلت لك بلاش اقول اول حاجه تيجي في دماغي. انا حالا كنت عايزه اقول ستوب. مش ده. لا كان ثلاث حاجات ملهمش اي لازمه في البيت. اولا الشوكولاته، عشان ما بحبش الشوكولاته، هم بيجيبوا شوكولاته كتير قوي، انا مش فاهمه بيجيبوا شوكولاته ليه. صح. انا بتوطي الضغط وبتخن. وانت كمان ما بتحبيش الشوكولاته؟ كلنا ما بنحبش بجد. لا بصراحه انا بحبها، انا مش هكذب، انا ما بكرههاش، بس ايه بنجيب الكميه دي؟ ما بتحبيهاش دلوقتي. وكلنا ما بنحبش السكريات، فانا مش فاهمه بفتح الفريزر الاقي شوكولاته كده شوكولاته كده. طب عايزه عيش، طب نزلي بقى الشوكولاته. نزلي بقى الشوكولاته عشان نجيب عيش وارجع الشوكولاته تاني. فدي حاجه مالهاش لازمه عند علياء اختي. حاجه ملهاش اي لازمه عشان انا بس الفتره دي قاعده عند عليا، فممكن اقول
الحقيقه المطبخ كله ملوش لازمه عند علاء لان انا ما بتعملش اكل بموت فيها كل حاجه ما بتعملش اكل فانا شايفه ان المطبخ ملوش لازمه ودايما انا ناقصني معلقه خشب هتعملي بيها ايه عشان المطبخ اللي ما بتدخلوش ليه بقى المطبخ اللي ناقصه معلقه تعملي بيها فهي بتجيب حاجات عشان ما تستخدمهاش فدي عليا بس اللي لازم كلها لازم تبقى جاهزه افرضي لمين حبيبتي افرضي لمين لمين وليه ما بنطلب دليفري في الاخر لقدامني مش ناس تاكل وشي خلينا ساكتين لا ثالث حاجه ملهاش لازمه في البيت لا معلش حاجه حقيقيه قوي احنا جبنا قررنا فجاه انا وعلياء وحازم بص علياء نجيب عجل عشان عايزين نطلع وجبناهم حاليا هم في الجنينه بايظين مفسيين صدوا تقريبا فمحتاجين نرميهم فدول حاجه ملهمش 33 لازمه في الحياه عشان هم اصلا بنشكر علياء طبعا على استضافتها الجميله بعد كل ده قاعد عندها ما تمشي لما انت البيت مش عاجبك ما تمشي لا لا ازاي لا طبعا ما جاش في دماغها كده خالص طيب احنا عارفين انت بتحبي الاكل قوي وكده ثلاث اكلات مش بتعرفي تطبخيهم لا ما فيش حاجه اسمها ستوب يعني انا اسفه لا ثلاثة ما جربتيش طيب تطبخيهم لا خلاص اخسى عليكي والله لازم جوجل ما سابش طب ما جبتش الناس حاجه اللي معاكي وانت جايه انا ما اكلتش هناك انا نزلت سبتهم انا عايزه اكل ما تدينيش اكتر ما تفكرنيش ان انا جعانه طيب ثلاث اكلات ما جربتش اطبخهم قبل كده ما عملتش قبل كده ما ان انا شاطره فيه ما عملتش سي فود سمك ان هو سمك يعني عملت شوربه بس وما جربتش اعمل قبل كده من ان انا هعرف اعمله لحد دلوقتي دي حاجه تاني حاجه والله انا شاطره في المطبخ قوي فمش عارفه مش عارفه لا ليه والله اي حاجه حلويات لان انا اصلا ما بحبش الحاجات فما بطبخهاش لا مالهاش لازمه نجيبها نطلبها مش لازم نقف نعمل حاجه ما تتخنيش قوي مش هنطبخها طول ما هي مش مهمه عندي بقى خلاص انا مش مهم عند الكل نقفلها عند الكل مش مهم انتوا مش هنطلبها كمان مش مهم وارد وارد عادي نجيب مكان طبق البسبوسة نجيب طبق ورق عنب صح تخيلي بقى ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه يا لهوي فايه البسبوسة دي لا طبعا ورق عنب بسبوسة انا معاك صح لا وترجع تقول بس ده انا مش هتخنق لا انا مش طيب ماشي اوكي انا صدعتك انا هقول انا هاكل الكلام ده على فكره انا هاكل طيب تاني حاجه ما بعرفش اعملها او ما جربتش اعملها اكل لا انا عمري ما هفكر اعمل السوشي في البيت تعب قوي تعب ايه ده ليه مش عايز تكرهه ايه ده طيب ثلاث انواع سالاد بتحبيهم سيزر سالاد والسلطه البلدي والسلطه اللي فيها بنجر مش بحب البنجر مش عارفه اسمها ايه انا بقول حطي لي بنجر في السلطه وبكده نكون خلصنا اللعبه الثانيه خفيفة ولذيذة وسهلة ما كان كانوا كلهم بيقولوا كده لا عادي وسريعة وسريعة جدا وسريعة ماشي الجيم اللي جاي اسمها جائزة اللالا لاند التقديرية اوكي اوكي هنقول لك على حاجة معينة وتقولي الجائزة دي بتديها لمين ماشي جاهزة؟ انت هتعرفي مع أول سؤال عامة ماشي يلا بينا سهلة أوي جميلة خفيش خفيش خالص خالص طيب جائزة اللالا لاند التقديرية لأكتر حد سبورتنج رنا اكتر ممثل فخوره انك اشتغلتي معاه واثنين ياسر جلال وريهام عبد الله اوكي اكتر حد عجبك تمثيله السنه اللي فاتت من الحاجات اللي اتفرجتي عليها او الحاجات اللي بتحبيها او كده الحاجات اللي اتفرجت عليها لازم السنه اللي فاتت لازم السنه اللي فاتت في ايه انت هنفصل هنفصل هنا ما انا مش عارفه خالد كان عامل الدور ده عشان في دور خالد عمله حلو قوي بس انا مش عارفه كان السنه اللي فاتت ولا قبلها مش كارثه يعني طب انا همشيها لك عامه طب قولي قوليها عادي لما كان عامل في النمر المسلسل بتاع النمر ده كان عامل دور كان عاجبني انا قوي قوي كمروه لان انا اصلا انت انا مش عارفه اكتر مغني مش بتزهقي من اغانيه مؤخرا حماقي مؤخرا مش عارفه ليه بس انا مش بسمع بس مؤخرا بقيت في بلاي ليست كده عندي معلش سؤال بره الموضوع ايه اكتر اغنيه مش قادره انسى انا سامعها جوه وجايه في الطريق وانا سايقه وعامله كده وانا عادي مفيش حاجه مش قادره انسى مين انا نسيت عادي خلاص يا حبيبي نسينا ولا بس انا مصممه ان انا مش قادره انسى عادي اوكي جائزه الالا لاند التقديريه لاكتر حد جدع في حياتك
رن. اوكي. ما انا رن. ماشي. جايزة لالا لاند التقديرية لأكتر حد بيضحكك في الدنيا. ممكن نراجع السؤال اللي فات عشان انا لقيت حد أجدع من رنا. احنا كده هنخسر رنا. ما احنا قلنا رنا قبل كده صح؟ لا لا في حد أجدع مش أجدع حن و يلا هسألك السؤال تاني يلا. أجدع. 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 يلا. هسألك وكأننا ما قلناش رنا عادي هنكت صح؟ هنكت. لا والله هحطها. لا هحطك وأنت بتقولي لا مش رنا. منشن رنا. يلا اكتر حد جدع في حياتك. علياء. ماشي. لا بجد والله. طبعا بعد ما قالت البيت كله مش محتاجينك. جدع جدع. محتاجه ترجع تستدرجها تاني. جدع قوي جدع قوي معايا. ايه معايا؟ مع الكل. ومعايا. ماشي جايزة لا لا انت تقديرية اكتر حد بيضحكك في الدنيا. اكتر حد بيضحكني في الدنيا؟ لا ما فيش حد بيضحكني في الدنيا. ايه ده؟ الاتامة دي يا بنتي انت بتضحكيش ليه؟ ده انت قتمة قوي. الجمهور عادي. ايه لازم حد اكون عارفاه من دايرتي؟ ولا حد ان جنرال؟ حد ان جنرال بيضحك. ايه اسلام فوزي. بشوف فيديوهاته بتعب نفسي من الضحك. لأكتر حد معاكي في اي حاجة مجنونة؟ رنا وريم. لازم واحدة؟ لا لا رنا وريم. اه يا حبايبي ما انا بقول لك بنتنا مش غلطانه انت اللي غلطان فاحنا معاكي يلا عايزه احنا معاكي جائزه لا لا لاند التقديريه لذهب بارتنر احنا عارفين انك بتحبي ذهب قوي الحقيقه ان انا رحت برنا قبل كده وندمت وهي عارفه انا قلت لها انا ندمت ان انا خدت معاها مش عارفه احنا هنروح فين ريم ريم يلا كده نقف بعض ماشي لا اكتر حد خلاص بقى بجد علياء وحازم احنا اصلا بنسافر مع بعض بهدله هي لما بتحس انها تقع ما بيننا وبين بعض بتحط مصدره علياء لا بس حازم اصل انا ما بسافرش غير معاهم تقريبا واحنا الاثنين لاقيين بعض قوي يعني ما بيسافروش من غيري ما بيسافروش من غيري نفسي اسافر من غيرهم بس انا مش عارفه بس انا لو جات لي فرصه صدقيني مش هسافر والله هروح من غيره معايا طيب لا شخص مش متخيله حياتك من غيره ماما حبيبي ماما وبابا وخالته وتيتا كله هنعتبرهم كلهم شخص واحد جائزة لا لا لاند التقديرية ليه شخص ما ينفعش تتصرفي من غيره وما تعرفيش تتصرفي من غيره انا عشان انا كده في اصحاب حبايبي هما بيلجأوا لك على طول اعمل ايه يا مروة؟ ابقى تليفوني بابا ايه؟ تليفوني فايه؟ اروح اصلحه؟ ما اكيد تروحي تصلحي يا رنا والله بعطل منها ما تروحي تصلحي يا رنا ماشي طب خلاص هصلحه واكلمك طب ماشي فكره هايله فكره هايله اقسم بالله خايفه من الدرج بجد اوكي جائزه الايلاند التقديريه لاحلى كار رايد بارتنر ممكن حتى الان لسه مش ما تاخدش برده كده لا لا لاند قوي يعني رنا عشان هي بتختار اغاني وحشه قوي بس بتفرفشني حتى اغانيها الوحشه بتعرف ترقص عليها فانا ببقى قاعده بضحك للاسف على رقصها اللي هي بتعمله بس اغاني وحشه قوي طيب جائزه لا لا لاند التقديريه ليه احسن شوبينج بارتنر رنا اي حاجه بلبسها تحفه رنا تحفه تحفه حتى لو انت مش مقتنعه عندي شبهها تسعة في الدولاب رنا مش طب انا عندي دي تحفه بقى دي بقى ايه اضحك في لا والله دي فيزيون تقولي دي فيزيون دي احلى من القطن القطن هو القطن هيوبر لا ده احلى لا ده. تمام يا هدي رنا اللي بتدفع ولا انت تمام ما هي عشان كده كان بثقه تقول تحفه يعني لو هي اللي هتدفع تقول تحفه لا رنا وحشين عندك المره الجايه جربي تقولي لها رنا اعزميني عليها تهالي تقولي هسحب فلوس من الفيزا واكلمك وتمشي عادي هسحب فلوس من الفيزا طيب جائزة لا لا لاند التقديرية لأول حد بتكلميه لما بتصحي ولا حد ماشي بتجد من ولا طول اليوم أصلا ولا حد ليه؟ أنا أصلا بحب أصحى أفضل ساكتة شوية مش ماسكة التليفون خالص فبحب أصحى يعني يوم جديد إيه ده؟ يا يوم جديد يا جائزة لا لا لاند التقديرية لأكتر حد في لا لا لاند في حياتك انسى معايا قبل ما لا 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 هو عادي ممكن لا ما كنتش هقوله كنت هقولي كده والله كان نفسي اقول بتنزل انا او ريم او انا دول لا والله دول بيلحقوني انا فجاه فاهم يعني انا فجاه ممكن يبقى في موقف ما صعب والله هي مقلة ذوق بس انا فجاه بتدخل معايا بضحك اللي هو خلاص انا ما اعمل ايه
دي بحس ان رنا طب ريم ممكن انت طب تفكي معايا عشان رنا متضايقه دلوقتي نجيلها في وقت تاني فهو خلاص فانا يا انا هلبسه قوي و... في الشغل طب يعني صح اهو اه ممكن انا ممكن وروه لا 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 وروه ماشي طيب واخر حاجه بقى هي وحد هتكلميه اول ما تخلصي هنا تحكي له عن الهبل ده رنا خساره رنا يا خساره انا اجي ان شاء الله رنا نجيب رنا ما تيجي نجيب رنا والله لا انا حاسه هنا عشان لو ايه بجد الله امتى امتى لا مش عارف طب إيه طب كلميهم اساليهم ما اعرفش كمان اسبوع اسبوع إيه؟ خلاص انا استنى بقى انا استنى بقى تحفه يا ما تقولي المزات حوارات انا اسمي كده تحفه يا المزات حوارات ليه يا رنا تقولي عشان انت تعرفي تخرجي نفسك من الحوار كده لا احنا كده كمان عايزين نقول احنا خلصنا اللعبه الثالثه مع ايوه المزات حوارات هنبدا مع بعض تاني التشالنج جاهزه جاهزه انا حاسه ان انت جاهزه قوي 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 طيب بصي قبل ما نبدا التشالنج انا هقول لك تعملي ايه هتاخدي جرعه كبيره قوي وانا لا لا هننام بعد الحلقه اوكي بتقولي رايك ايه في لا لا اوكي اوكي انتوا لذات قوي اوكي و هنقول كل كلمه لا لذات قوي و... وانا حبيتكم بصراحه انا حاسه ان انا والله دخت والله دخت بس البتاع ده بيدوخ قال لك والله ولا انا عشان بدع لك جوع لا استني طب يعني عادي بريزي قوي والله دخت بجد والله حسيت انا اديت كليب في طب استني انت بتاخدي ليه؟ انا باخده بقى عشان لا لا هو ده هو ده البامبو على فكره انا كنت لسه انا شايفه تيجي نعدل الكرسي لا لا تمام لا لا انا تمام عمل جمال السفر هناخد جرعه بصي ناخد جرعه واحده بس وقولي مره واحده امبريشن على ممكن اشتغل معاكي طبعا يا حبيبتي منوره اشتغل معاكي كل حلقه انا اتبسطت قوي انا عايزه اشتغل معاكي طيب هناخد بقى الجرعه اللي بعد كده هي اخدتها قبل ما تقولي فقولي بسرعه هتقولي هتقلدي بارت من مسرحيه المتزوجون عشان انت بتحبيها قوي مسعودي انا لقيت صرصار لقيتي صرصار لقيت الصرصار ربيته يا مسعودي ده حلو قوي وجبت له صرصراية ممكن ياخد دول قوي لما بتتكلم قدامي وهي بتعمل الكاركتر ده انا بنام مش عارفه ان انت قلدتيها قوي اه هي بتتكلم وجبت له صرصراية يا مسعودي انا نفسي اتجوز مسعودي شاطره جدا طيب اخر حاجه خالص هتبصي للكاميرا بتاعتك وتتحدي حد ان هو يجي لا 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 انا بتحدى زاده هشام تيجي عشان هي هناك في لالا لاند اصلا بقى انا حابه فتيجي بقى تحضر معانا القعده اللذيذه دي شكرا بجد بجد وانتي طلعتي مليون في المية في لالا لاند حقيقي وحقيقي انا محتاجه حد بس يجيبني من هنا لا انت خليكي في لالا لاند احنا عايزين هنا في لالا لاند احنا نروح نجيب لها بقى هيليوم تانية ونكمل ونلعب بقى ونلعب بقى